للأسف برضو إعلام السيسي عايز يعيش المصريين نظرية المؤامرة، وإن الشعب مشكلته إنه بيستمع للإشاعات المغرضة. فتلاقي إعلام النظام يقول لك أصبروا، المؤتمر الاقتصادي ده هيخلص كل مشاكل مصر الاقتصادية. أهو أدي جريدة الجمهورية الغراء، المؤتمر الاقتصادي فرصة لكشف الحقائق للمواطنين ومواجهة الشائعات. طب ما أنتوا شاغلين نفسكوا قوي كده ليه بمواجهة أو جو المؤامرات ومستنيين المؤتمر؟ يعني انت شغلين نفسكم ليه؟ شوف بقى الجديد اللي اصدرته بلومبرج، مش محمد ناصر عشان بكره ما يقولكش تصحيح خبر. بلومبرج تتوقع انهيار الجنيه المصري لاكثر من 14% قصاد الدولار. بلومبرج بتقول العملة المصرية تحتاج لبلوغ، تبقى يعني الجنيه ب24 جنيه للدولار ليصل العجز التجاري للبلاد إلى مستوى معقول. يعني لازم يبقى الدولار ب24 جنيه و60 قرش في البنك. وحتى الآن في غموض حوالين اتفاقية مصر مع صندوق النقد، إيه الشروط ما نعرفش، لكن بعض التسريبات طلعت أو طلعت بعض البنود دي تسريبات. الحقيقة مش بس كده، ده احنا وصل بين الحال اننا اكتر الحكومات العربية، اكتر دولة مديونة في العرب، اكتر الحكومات العربية ديونا عربيا. هم 5 تريليون دولار الدول العربية كلها مديونة، يعني مصر 409 مليارات دولار، السعودية 250 مليار دولار، الامارات 158 دولار، الجزائر 109 مليار، العراق خامس المركز الخامس، العراق أحسن مننا في الديون، السودان أحسن مننا في الديون، تخيل السودان. كالعادة بقى الحكومة شغلت نغمة النفي لإلغاء الدعم أو زيادة الضرائب، فطلع قال لك لا صحة لإلغاء الدعم ولا زيادة في الضرائب في الفترة المقبلة، ويطلعوا كدابين وبيكسفوش. والمصحف وطلع وزير المالية يقول لك ما تقلقوش ما دام كل حاجه موجوده بنوفر احتياجات الاساسيه. بيقول لك الازمه اللي احنا فيها دي مستورده اصلا من بره، معيط الازمه الاقتصاديه مستورده من الخارج ولم نصنعها وعلى الجميع. يعني طب يا معيط، ده انت طالع بنفسك في فيديو من شهر بتقول عن احنا كان عندنا سياسات اقتصاديه خطا. والله يا عربي دور على الفيديو ده كده، هو نفسه طلع من شهر مع عمرو اديب قال غلطنا 3 مرات لما اعتمدنا على الاموال الساخنه. النهارده طالع يقول لك الازمه جايه من بره. لا يخجل، شوف، عشان تكون وزير في حكومه طغيان عليك اول شيء تعمله ان ما يكونش عندك دم. لا تخجل، عشان تكون مذيع اعلامي في دوله يحكمها طاغيه عليك انك لا تخجل، يعني تتحول كده. يعني عمرو اديب طالع 3 ساعات، اول ساعتين الازمه والاقتصاد واوروبا ولازم تشدوا الاحزمه وخلي بالكم النفق لسه فيه وهنعدي اخر نص ساعه ولا ساعه بياكل شوربه سي فود يقول لك يا انا حاسس ان انا بيس. احمد موسى في نفس اللحظه، انت هتفطر بلح بس انا بقى هجيب فخده ضاني. عليك اذا كنت تريد ان تعمل مع طاغيه في نظام فاسد مستبد، أول حاجة لازم يكون ما عندكش دم خالص ولا تتأثر وتنقل من كده. ده نشأة تديها على الهوى، بيشتم في بايدن على الهوى، بيشتم في بايدن ورجل مخرف وكبير في السن. وردنا أن السيد عبد الفتاح السيسي بلغ تحياته، والرئيس بايدن يتميز بالحكمة ويتميز على طول في نفس اللحظة. فوزير المالية طلع بيقول لك الأزمة مستوردة من الخارج، هو نفسه من دي قد ايه الحلقة دي؟ من شهر ونص طلع يقول احنا اعتمدنا غلطنا 3 مرات لأن احنا اعتمدنا على الأموال الساخنة وأخدنا الدرس. العب كده. يعني الكلام ده أنا قلته، وقلت يعني احنا فعلا خلال الفترة اللي فاتت
موضوع الاموال الساخنه دي او الكاري تريد او الاموال زي ما يسموها ده، فعلا ده اتعلمنا الدرس دوت من ثلاث مرات متتاليه في 2018 وفي 2020 وفي 2022، واحنا فعلا لازم واعتقد ده بقى تستطيع. بس شكرا يا صالح، الراجل من ثلاث شهور طالع يقول ان احنا غلطنا ثلاث مرات لما اعتمدنا على الاموال الساخنه، النهارده طالع يقول الازمه مستورده من بره. لا تخجل، اذا اردت ان تعمل موظف اعلامي صحفي مثقف كاتب، انا وانا هقول لك ليه، هقول لك ليه، المسرحيه بتاعت يوسف ادريس اللي لعب بطولتها الاستاذ يحيى الفخراني اللي كان بيلعب بطوله رئيس تحرير، كاتب مقال عن روسيا وبيشتم امريكا، جات له التعليمات على اسمها البهلوان تقريبا، البهلوان تقريبا، البهلوان على ما اتذكر، جات له تعليمات على طول نقل المقال من بيشتم روسيا بيشكر في روسيا، من بيمدح امريكا في نفس اللحظه، لدرجه مديره مكتبه قلت له يا فندم، قال لها هنخلي ده كذا ونخلي دي كذا. بهلوان، اذا اردت ان تعمل، وده اللي كتبه الاستاذ يوسف ادريس، اذا اردت ان تعمل اعلامي او مسؤول مع مستبد لازم تكون بهلوان. وزير الماليه طالع يقول بنوفر احتياجات الناس رغم غلاء الاسعار، من جيبه، من جيبه الراجل طالع يقول اهو احتياجات الناس متوفره يا راجل، والكتاكيت اللي بتترمي مش مهم، والاعلاف اللي موجوده في الجمارك مش مهم، والسوق اللي بقى ضايع من كله مش مهم. العجيب بقى مش تصريحات معينه، لا، العجيب والاعجب هي تصريحات مستشار محافظ البنك المركزي اللي طالع يتكلم عن العمله والاقتصاد، بيقول ايه بقى؟ لا يجب ربط سعر العمله بقوه الاقتصاد. بالله عليك، اول مصحف طالع يقول كده. بص اي كلام، دي وجوه يا حضرات ماسكات. تحس ان رجال الانظمه المستبده بيذاكروا من كشكول واحد. عليك ان تكون بهلوان. الناس بقى، انا مش هرد، انا ما بفهمش في الاقتصاد. الناس طلعت ردت على هشام عز العرب. هو قال لك اذا استطعت، لا، الناس ردت عليه، هات تعليقات الناس الاول، الناس ردت عليه بهدلته مش انا. بس خليني اقول لك انه، خليني اقول لك انه نفس الكلام ده اتقال سنه 81. سنه 81 الجزيره جابت جورنال مصري لعبد المجيد، عبد الرزاق عبد المجيد اللي كان وزير ماليه وقتها، قبل ما تقتل السادات تقريبا، قبل ما تقتل السادات، لان في 4 السادات قتل في 6 اكتوبر 81، طلع يقول، اسمع التصريح اهو، الجنيه المصري، وزير الاقتصاد، لن ننزعج حتى لو وصل الدولار الى جنيه في السوق. عبد الرزاق عبد المجيد، مش هننزعج، ما ولا اي حق، ولا يهزنا اي حق، ولا يتهزنا شعره. سنه 81 طالع يقول لن ننزعج اذا وصل الدولار الى او الى جنيه، اذا سعر الدولار وصل لجنيه في السوق مش هننزعج. وفضلنا بقى مش هننزعج لحد ما وصل الدولار داخل على 24 جنيه. ويطلع هشام عز العرب النهارده امبارح يقول لك لا يجب انك تقيس قوه اقتصاد البلد على العمله. ياه، وما نيس على ايه يا هشام بيه؟ على اي اساس بقى؟ المشكلة يعني نقيس على أي أساس؟ أنت بتقول العملة مش مهمة ولا يجب إن احنا نقيس اقتصاد الدولة أو قوة الاقتصاد بالعملة. الكلام ده تقوله وإحنا دولة مش بنستورد كل حاجة. ده احنا بنستورد كل حاجة فعلا. هو هشام مثلا ما شافش مصر استوردت قد إيه في 6 شهور اللي فاتوا؟ مصر تستورد سلعا بقيمة 18 مليار دولار من 5 دول. هو بيقول الكلام ده نفس كلام عبد المجيد، عبد الرزاق عبد المجيد سنه 81 وزير الاقتصاد، لما قال لك لا يجب ان احنا ننزعج اذا وصل الدولار لجنيه. ليه بقى؟ لانه عبد المجيد عبد الرزاق كان بيمهد لتعويم الجنيه وقتها. النهارده هشام بيعمل نفس الحكايه. عايز اقول لك يعني اللي جاي ما تزعلش منه. عايز اقول لك بقى يا هشام بيه ان بتوع الدولار حاطين رجل على رجل، والحقيقه يعني زي ما قال الراجل بوريل ده، ان شايفنا ادغال
شوف بايدن بيتكلم على الدولار ازاي. اسمع. لست قلقا بشأن قوة الدولار، أنا قلق بشأن بقية العالم. نعم، اقتصادنا قوي مثل جحيم، مكوناته الداخلية، تضخم عالمي، إنه أسوأ حالا في أي مكان آخر غير الولايات المتحدة. لذا فإن المشكلة تكمن في الافتقار إلى النمو الاقتصادي والسياسات السليمة في البلدان الأخرى، أليس الكثير منا؟ وهذا هو التضخم العالمي، إنه تأثير. الباشا مش قلقان، الباشا مش قلقان. نرد بقى على الناس، بقى الناس بقى ترد على هشام عز العرب اللي قال لك الدولار سعر لا يرتبط بقوه الاقتصاد. قال لك ايه بقى تامر؟ قال له يا سياده المستشار انت تستخف بعقولنا او انك لا تعرف شان الاقتصاد؟ ثبات سعر العمله اهم عامل في استقرار اقتصاد اي اقتصاد واستمرار سلاسل التوريد بشكل منتظم، وبالتالي ثبات الاسعار. انا معايا اعداديه وعارف الكلام ده. غريب الجوهري قال له الاقتصاد بيرتبط بحجم الفساد، كلما زاد الفساد انهار اقتصاد. محسن قال له دي خدناها في اول كتاب الاقتصاد الصفحه الاولى على ايدك اليمين، عمله البلد هي المراه الحقيقيه للاقتصاد. اما محمد قال له لا، ما انت طيرت لي محمد، يعني لما كانت الليره التركيه بتنزل ما كانش مرتبط بقوه الاقتصاد؟ قول الاعلام بتاعنا. والله يا محمد يا نجيب انت رائع، لان محمد نجيب فاكر من زمان لما العمله التركيه بقت تنزل كان عمرو يطلع يسال العمله التركيه بتنهار، اقتصاد اردوغان منهار. دلوقتي بقت عادي يعني. طيب ايمن قال له اكيد قوه الاقتصاد ترتبط بحجم انتاج الكباري. عماد قال له احلى حاجه في الجمهوريه الجديده دي تصريحات المسؤولين فيها ما تعرفش بيجيبوا الكلام ده منين. يقول لك على المصيبه الصب في المصلحه، في مصلحه المواطن. يقول لك العمله لما تنخفض دي حاجه حلوه وبكره تشوفوا مصر. علي قال طب فهمنا سعر العمله بيرتبط بايه؟ هو في حاجه جديده ارتبط بيها من ورانا؟ الصنباطي قال له واضح ان سياده المستشار كان تلميذ في مدرسه السيس الخاصه. ايهاب قال له امال بترتبط بايه؟ اكيد باللي بيحبها. بيجيبوا الكلام ده منين؟ والله الراجل ده جاب الكلام ده منين؟ بص انا قلت لك اذا اردت هات الصوره دي الله يخليك يا صالح عشان الناس تتفرج على مسؤولين السيسي. ايوه كده، المعيط ومصطفى بكري وعمرو أديب ونشأة الديهي. يا جماعة إذا أردت أن تعمل مع طاغية لا يحاسب ولا يحاكم عليك أن تتمتع بقدرات بهلوان. أول حاجة ما يبقاش عندك دم وتطلع تقول حاجة عكس العلم، مش مهم حد هيحاسبك. قال لك لا يجب ربط العملة بالاقتصاد بقوة الاقتصاد. أما نربطها بإيه؟ نربطها بايه بس عشان نشنكلها يعني؟ نربطها بايه؟ على راي الراجل اللي بتحبها؟ بس بما ان الحكومه ما عندهاش اي رؤيه للاقتصاد، الحكومه الحقيقه ما عندهاش انها غير انها تعمل زي التاجر تخترع اي حاجه جديده عشان تقلب جيب المواطن. تشريعيه النواب توافق على نزول سن استخراج البطاقه ل 15 سنه، كده بقى. طب انا اقول لك على حاجه، هو مش قال لك لا يجب قياس قوة اقتصاد الدولة بالعملة؟ في ناس قالت له في التعليقات دي مدرسة السيسي الخاصة. قسما بالله اللي قال له كده عنده حق. هتقول لي ليه يا مستر محمد؟ هقول لك. إذا كان السيسي بيقول صرفنا 400 مليار دولار على البنية التحتية. 400 مليون دولار، مليار سوري. السيسي طالع يقول صرفنا 400 مليار دولار على البنية التحتية. مصر اللي هي دولة من أيام محمد علي، في حين إن أوكرانيا اللي هي نص مصر واتدمرت تماما في الحرب محتاجة 17 مليار دولار لإعادة البنية التحتية. راحوا جايبوها له كده مقارنة الناس في رصد تقريبا ولا في الجزيرة أهو رصد 24 ضعف. نشطاء يتداولون تصريحات الرئيس الأوكراني حول التمويل اللازم لإعادة بناء البنية التحتية لبلاده بعد الحرب ومقارنتها بالأرقام اللي أعلن عنها السيسي في 7 سنين. البنية التحتية بين السيسي وزيلينسكي. السيسي قال لك في 7 سنين صرفنا 400 مليار دولار. تخيل؟ تخيل؟ جت منين ما تسألش؟ أصلاً يا جماعة ده لو بيسكر مش هيقول الرقم، قسماً بالله لو بيصرص، لو بياخد برشا. الراجل زيلينسكي اللي دولته اتدمرت تماما
بيقول لك احنا محتاجين 17 مليار دولار. دوله في حاله حرب لحد الساعه دي بتضرب بالصواريخ، اتدمرت الكباري والطرق والمنشات والكهرباء والصرف الصحي وشبكه اتدمر كل حاجه. الراجل طلع يقول عايزين 17 مليار عشان نعيد هذه البلد. السيسي بيقول في سبع سنين صرفنا 400 مليار دولار عشان البنيه التحتيه. مفيش منطق. ما هو استنى يا صالح عشان انا دمي اتحرق. بص انت لما تحسبها ازاي؟ انسى زيلينسكي، خليه معانا بس انساه، حطه على جنب في الثلاجه، حطه في الجيل. انت فكر معايا، هي مصر امتى دخلها 400 مليار دولار؟ بالديون بالقروض دخلها امتى؟ اذا كان ديون مصر دلوقتي 155 مليار دولار بديون السنين اللي فاتت، يعني تراكميه. يعني مصر من سبع سنين كانت ديونها حاجه 40 مليار، ماشي؟ دلوقتي بقت 155. يعني ال 155 مليار دلوقتي دي فيها جواها ال 40 مليار القدام. حلو؟ عمر البنك المركزي المصري ما كان فيه اصلا 100 مليار. يعني ساعة ثورة يناير كان 36 مليار. جبت منين ال 400 مليار؟ يعني بفلوس البنك المركزي باللي استلفناه ما يكملش 400 مليار، ما يكملش 300 مليار دولار. جبت منين 400 مليار؟ قسم بالله انت لو بتسكر والله العظيم لو بتشرب ربع محمود المليجي، محدش يزعل، محمود المليجي انا بحبه، بس في ربع كده صغير كده اهو بيتباع عند الجماعه بتوع الخمره، يتحط في الجيب، كان اسمها ربع محمود المليجي. ليه سميت ربع محمود المليجي؟ عشان في كل افلام محمود المليجي كان يطلع الربع ده ويشرب منه، فالجماعه الغلابه اللي بيسكروا كان يسميها ربع محمود المليجي، هو اسمه اصلا 84. انت لو بتشرب، وده اردأ انواع الخمره، انت لو بتشرب ربع محمود المليجي الله يرحمه ويحسن اليه، ما كنتش اصلا هتطلع الرقم ده. بصرف النظر عن الرقم نجيب زيلينسكي، دولة اتدمرت تماما في حرب عايزة 17 مليار، ودولة مصر، دولة مصر الجميلة صرفت عليها حضرتك 400 مليار ليه؟ دخلنا الحرب العالمية التانية ليه؟ اتضربنا بالنابالم، اتضربنا نووي. الناس قارنوا عشان تعرف دي مدرسة السيسي الخاصة في الأرقام، هو يفحت الرقم من هنا واعرف ان الرقم ده ملوش اي اساس من الصح. يا حضرات خلينا نطلع نشوف حاجه لطيفه نروق عن نفسنا ونشوف ترند.